أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس جديد في محور وفي عنوان حلقات نظرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان درس اليوم فتح مكة. كنت اسمي كثير درسني عدان. عنوان درس اسمه الفتح المبين. الفتح المبين المراد به صلح الحديبية، يعني صلح ني لعقدني خدم النبي صلى الله عليه وسلم أكذ قريش. سهيل بن عمرو سيد جيهان قريش المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم سيد جيهان طبعا هو الذي وقع وأمضى على هذا العهد، هذا العقد وهذا الصلح لهدنة لمدة 10 سنوات من جهة المسلمين بحضور بعض الصحابة. الكاتب اللي كتب علي بن أبي طالب ضرب كما شورتي قدران أنه يعني إلا يقدم تنازلات لجاسي الحقيس. السيس نشوف جاسي الحقيس مثلا ما إذا يونس بن سلمان يبغى يغال له مشرك أثقف لنا، ما إلا العكس خاطئ، يعني هذا يسير ده مشرك يبغى ذلك شمال الإسلام أثر. المهم ثم شرطه بعد أن حكيت مش مستودع في الأول بعد اليوم البند كل قبيلة فغمت تخدم الحلف تحالف تجي قديمة هي حرة. القبيلة كيف غلطت سيدي وكذي الجهة من بيع عليه الصلاة والسلام الساعة الحرية. القبيلة إلا فغمت سيدي وكجهة المشركين الساعة الحرية وقي بند عادي ولا شيء سلطة كل يوم اختيار الجهاز. ثلا غيوس القبيلة اسم بني بكر فقي اختار جهة قريش ثم يسكيني أذيلة من قريش. أما ذي الهنان أو ذي المحنان أو ذي الحرب أو ذي السلم تسالوا مثل الشوال أقلاق من قريش. ماذا يتلقى القبيلة اسم خزاعة ثم يختار ثمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسكيني ذي الحليفة الجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلف القبائل كي معروفين حتى قبل البعثة، يعني سعى الخلاف ذا قديم نزاع ذا قديم. قبيلة بني بكر أكل قبيلة خزاعة سعى الخلافات تقديمين للنزاع جالس ذا قديم مسفقع نطاس مخلف نطاس وزني ذا من جالس نطاس. سي نورمال ثولا كل يوم ده يختار، كل يوم يختار جهاز، كل يوم يختار ثما ينس صافي السبة ثلاث يولواس دي يعني سكوس الثمانية من الهجرة في السنة الثامنة من الهجرة من مكة إلى المدينة. دوك سكوس كاين الشهر العام الثامن كاد الخلاف جالس. قبيلة بني بكر ثاقي قالك قريش تروح تستعدي في خزاعة والغنس كان على الأقل 21 واحد يموتن، أكثر من 20 واحد ماتوا. وذلك قريش المفروض سعى العقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام سعى المصالحة إقدرة الحديبية اسمها صلح الحديبية. المفروض وسكية ذي الحرب تشم ذي الحرب تعودت سلاح تعودت سير قازم تعودت كلش يعني بالرجال وبالعتاد. تجد السبة نقض العهد صافي ويقل ويهد العقد اللي وثي رزان وقرزان العهد ويقل قضن العهد القريش أكد القبيلة إلاني هي قبيلة بني بكر. المهم طويل غراء يتم ستاقي نقض العهد جاء من طرف قريش وحليفتها بني بكر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نايم مادام هنيك زوال نتسى إلى قاضي ولا مكة وثقت في التخطيط ذي 10 سنوات من الهدنة ربحا كان عامين دايا ذي عامين لقى مكان تزرع مراسل الملوك واسم اسم عظيم الروم وعظيم الفرس وعظيم المقوقس عظيم مصر
أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. نهضتك سنستقي كيف أنه استثمر هذه المدة وإن كانت قصيرة في بناء الركائز، وبناء الركائز يسعزل ذا القرآن يكون الصحابة يسعرثان يسلديثان إلى آخره، يسعى فرصة يراسل السفك البعد العالمي للرسالة، البعد العالمي من خلال مراسلة الملوك وزعماء العالم في المختني إلى آخره. المهم وطبعا في النياس النبي عليه الصلاة والسلام بعد المكفص الحديبية دور على الفارمكة مازال شغل وفي دروت مازال تكمل يهجر سكان المدينة وهي أحب أرض إليه، ولكن إلى قدر التخطيط يعني بلانيفي خطط أم كانت يغال المكة المكرمة فاتحة. في سنة السبايقي النبي عليه الصلاة والسلام قرر فتح مكة، ولكن يبغي يفتح مكة بعنصر المباغتة باش تسزلنا لذم مكة المكرمة ذنستي ذي المركز العرب في الوقت كامل السعى الدور القيمة دور سياسي دور اقتصادي دور ديني دور ثقافي حضاري يبغي يغال يفتح مكة المكرمة يسيد السفرة يعني علوة سلقوة أماكن زراعة يهجر سلك المدينة. في سنة السبعة إذا غيرت في القرار النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو مفتوح بها ورسول يسعى الوحي يدس يسعى ربي يدس السرني جمعة كان خاصة قوم يعني الصحابة ويسوف غالق السلام مظهر من الدن أسليلي أثان أمروح نفتح مكة صفات سجدين من سن القيرة هذا غدا سن ثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام وريب غار السيف أما كان قال الشيخ محمد غازي الله يرحمه أسن اسمان الإسلام انتصر بالسيف إنس لا إنس الإسلام انتصر على السيف انتصر على السيف لحد البول يفقن ثمسا وريب غار ذي لشوى التي القيرة يفقى يفتح مكة بطريقة هادئة هادفة بلا مقاومة بلا إراقة دماء بلا إزهاق أرواح بلا تبديد الأموال أكيفرا. لذلك السر في فكرة الصحابة كتم السر فتح مكة وما علم به إلا بعض الصحابة إقزران السرين. طيب إذا غدا يوصلني مع عمر الخطاب مع مجموعة من الصحابة إني اسمه مثولا ميون يفصل المدينة يروح على مكة شكم ديك خمسة شغل لونكيت تحقيق أتزران بلا كامل الخضار يفق في وغر مكة أذي يوغر القريش ده كيلي من سنة غسي الكيرة ده غزل إذا من النبي صلى الله عليه وسلم أوري فغارة أتزل ثقة في ذم الخاطر. المهم ولكن سبحان الله ظهرت بعض الأحداث أشرت إليها فيما سبق في حلقة من الحلقات يقدر ربي ثلاثي وثلاثي تمطو في اسمي سارة ساجد مكان سارة وثاقي سمحت لي لا حياء في العلم هي فنانة تغني بعد الإسلام والتجارب لها ينتشر في مكان ثوال افتقرت ثوال في اللوز ثوال في اللوز اسمي في اللوز تخمم ثنية سوالة يعيون ثنية صدر أخرى كان لنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مسافة كافية في المنارة ولكن أكا لعبتني فوق دي زرسي دي سوامان فروحة سين كا ألمذ المدينة كما تقول كتب السير تستجدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شو المعنى تستجدي العربية؟ المعنى تطلب جدواه معنى تظل المساعدة باش تسعين 450 كيلومتر وماشي الوسائل اللي قلتو لها طوموبيلات من الكيران ولا في لا فرحة كني سنة قايمس ثبوظ النبي عليه الصلاة والسلام ثنا ياس يا محمد جئتك استجديك ثنا ياس وسير ديك حيوان لوزا ونتسي زرع وثقي يعني حاجة حكيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يزرع كل قوم أنوي الشارع أنوي يكسى عن الشجاعة أنوي إزراء يسعى المعلومات وهذه عندها دور كبير في استمالة قلوب هؤلاء كما فعل كثير من الزعماء وكثير من الشعراء وكثير من أشراف القوم.
المهم استقصات إنيسي فتقرتي يا مرأة يعني تفك ملحة في الوزن إنيس نعم ألهيتهم سمسي في الشباب إنيس ألهيتهم وجعلت في كل بيت مأتما إنيس إنيس إسلام قد البيض وغني المصيين جلب شو على جيب الغناء وكذا صار ألهيتهم سدينا جينيك يا شديد وجعلت في كل بيت مأتما المأتم يعني الحزن تجعلهم كل خميس الحزن خطر أدت لحمص القرآن 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 شو القرآن يقرأ غير الحزن بين قوسين يرد الشيوين هذا مما رغو الله فعلا لأنه قال إخي لكي من مستغل القرآن صار دير ثلال الجنازة ثلال الموت ثنيس ألهيتهم سبحان الله 15 قرون نقول كان هو هذا هو ألهيتهم وجعلت في كل بيت مأتما يكفى الحيوان يبقى صلى الله عليه وسلم يعاونيت يعاون في سيدنا راه إلى قسم الله بلينك الرسول الله كنت عاونها يعني فضل عن كونه نبيا هو رجل نرجس وعدت نرجس ويحق راره نرجس ويحق راره نرجس لا يستغل نقاط الضعف الطرف الآخر سيد في كذا ربي تولد خاطئ وتجري حسوا وال يعاود ثنسا أزكاني في المكرمة وعزازة مرمالة وهي كفيرة تكفري أزكاني في روحة سوهان يضعفين لصحبي يضعف مدينة كاكي الصحابة دين رضي الله عنهم إيش نعم اسمك كل رضوان كاسمك كرم بذنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يضعف ابنه يضعف أما كان يوم دين غادي يضعف ذا شو السبب؟ السبب في الدريا السبب في الماء أشحالك ضعف نسجن سلمة في الدريا سلمة أكيد في الدريا بلك يخدم الربا بلك يخدم يضعف الدين الرقة في الدين الإنسان قد يضعف وهذا ضعف إن يسولك جانا روز ذمك جانا روز ذمك يسعى الممتلكات ولكن يسعى القرابات ما عندوش يد أريعون زوراني سيدان نيس الدرياس نغ الشي سيك سعدنا رزق سيك سعدنا إن يسر كي يزر باللي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسر يثي عينه يبروفيتي لوكازيوني يخلص كتاب ليش وكي الكتاب يقريش إن يسر يأتيكم الرسول صلى الله عليه وسلم دياس فاتحا بجيش لا قبل لكم جي كبيرة صافي يسفر السر يسفر السر نسي زرس يقربيه من النبي صلى الله عليه وسلم وشي عادي أن يضعف الإنسان عادي يضعف والتاريخ يسجل وريفيرا لما هو في النبي عليه الصلاة والسلام في عميس القرآن تصور تبت يد أبي لام تبت يد يدي أبي لام تبت يد أبي لام أيها إذا ما تفر لكن ثقي ذا عمي يدفر حضغة سفر عبس وتولى أن جاءه الأعمى وليش يقول كل شيء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخره لا ترونس بارونس طوطال كل شيء واضح لذلك ولش السيرة إكس دين إكس فان إكس وضحا أم السيرة النبي عليه الصلاة والسلام يكذب الدنيا ويضاق تفضى يوسف جهة فنو تبركات ولو كل شيء يغون كل شيء ذان كل شيء إذا بما فيهم حياة الصحابة أيضا لأن سيرة الصحابة ذلك السيرة البصاصة توصل على عشرين المهم حاطب ابن أبي بلتاع صحابي جليل وله دور بعد مع الخلفاء وقد أشرنا ذلك فيما سبق وسنشير في المستقبل إن شاء الله يسعى دور كبير في الإسلام حاطب ابن أبي بلتاع وقذلا من الذين شهدوا بدرا إلا في غزوة بدر الكبرى ولكن في الحقيقة ضعف على جد الدرياس ما كذبنا إلى المهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبره في الوحي ينزل فلس جبريل يخبره في حاطي باقي في كيس كتابه مخلوق ثني إن يسمى ذا مكيمة تغادر مكي هو يسنس قريش زعم قريش ثبت واستنى يا عجبة يعوي المفروض وخدم غير كونتر كونتريس يعاونيت
خمس إحسان، ولكن خاطئ في فقط تخدم كونتراكت غريزة الفرصة وتضيع عالم في بي تلحى حوالي 12 ليلة سي المدينة نحو مكة يوم بمكان معروف في مسيح معروف اسمي صاروضة خاخ يوم بمكان اسمي صاروضة خاخ أكا أتسقصدنا أهل المدينة كدينين اسمي صاروضة خاخ سأتروح أصرفح دو التجارة شجرة النخيل أتصرفح بعد النبي عليه الصلاة والسلام يشجع علي بن أبي طالب يشجع المقداد يشجع بعض الصحابة منهم هؤلاء يشجع إثن إن ياسن أتروح إلى روضة خاخ إلى علي زبيب المقداد لهي بالذات اتفقت بالتفسير على حضورهم إن ياسن توضم أتنتفهم إن ياسن اذهبوا إلى ضعينة في روضة خاخ. الضعينة في اللغة العربية المعنى ليس المرأة المسافرة، الضعينة هي المرأة المسافرة. اذهبوا إلى ضعينة في روضة خاخ وأحضروا منها كتابا، وفي رواية رسالة. إنس تبويث الكتاب قاس تكتب يعني ثبت إنس ويستيل بظن الصحابة يقول زبير علي مقدام وفاتين بكم كلمة قوم كاني سينو فرنس واسوا وفي دي خبر ويسعى على جي بي اس ويسعى ولكن ذي الوحيد وفاتسين قوم كاني تماما الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بعد في ذي حوار انا سكرت ثورات يدبر سي المدينة ثم ياس ما معي رسالة ما معي كتاب ثم كار من بعد سقال لهم قال لي واش يدير رسالة علي بن أبي طالب يحكي لنا كاد القوم أن يصدق ومن أنس وبعدين علي بن أبي طالب يسأل والله ما كذبنا وما كذبنا رسول الله أخرج الرسالة وإلا فتشناك إن يس والله الصادق المصدوق اللي في كان خبرك إن ثلاث مرات في كتابك مفتش أكمل مفتش وثقي جوز جزء الشرع قرنس الضرورات الفقه الضرورات تبيح المحظورات يحتمل حال في كتاب دماغ مفتش ناس خمس ويتفتش لها ذلك معنى النظر سمطوث يعني تكافريت ولكن ثمسة من الحرمة لا ناس خمس جفتي تخدمت الإشارة جفتي الكتاب النين كل الكتب السير دينا من جيبها يعني استقبلت قانس إشيني بس المهم السفرتي الكتاب ولد ذاك إذا إزمان سعفنا تفقع الفلاسة مشان كام تفقضة تخضع خاطئ تفقد ليس الغالب لا ميسيون سن ودي باسي ما لينيت دينا كان الاجتهاد لم يجتهدوا أتعاقبان أتحاسبان غاسين يرمسي خاطئ بنت تكتب ثنين سنين النبي صلى الله عليه وسلم فكرتين بنتين وفرات ذايا لا ميسيون سن دقيت كفا أسنتين تصوغا وغال 12 ميلة الفير وغال في كنس النبي صلى الله عليه وسلم يستوز التحقيق استدعى التحقيق طبعا القدياس يوسف حاطب ابن أبي بلتاع خطر جبريل خبر فيه كلش ولا البعض الصحابة إلى علي بن أبي طالب إلى المقداد إلى الزبير إلى أبو بكر الصديق عمر الخطاب مش معنى الصحابة قلنا فيه إذا يظهر حوار ديالوج يرجع عليه الصلاة والسلام وكذا الحاطب كذا الصحي والسترة إن ياس لما فعلت ما فعلت يا حاطب أي غلط خذ مضي تخلص فكين ذي الخدع ذي استقبلني ذي الخدع مش زاد السن تبغى تفكر يا دون الاسلام يا دون الرب سبحانه قريش حاطب ذا كان واضحا صريحا وكان ايضا امينا في كلامه الى اونيت وسي سكتبا روحا كان ايناس يا رسول الله ايناس ما فعلت ذلك
ارتدادا عن الإسلام، كفرا بعد الإيمان. 39 إني سوي خدم غير خدمة ستادير وغال مرتد جير الإسلام، والخدم غير خدمة كفرا بعد الإيمان ستادير وغال الكافر. إني سي رسول ضعف انكسر الدريا في مكان سير الأرزاق ني غاس الخدمة غاس نخدم غا نسيرفيس باش يحرزم أي كسبة الدريا نينو يوكاد تسلم يوكاد يضعف. ولكن الناس هو الوالد الناس والله إني أعلمك أعلم أن الله ناصرك ناصرك عليه. الناس كزير بلا ربك ينصر صافي بين حسابيس ولا ما يخدم يخدم تلك الخديعة يسفر السر أريد ورادة الإسلام في ثمونيس أريد ورادة عليه الصلاة والسلام خاطر زرب لي ربي ينصر في صلاة الإسلام ثاني يسعف يقين تقول الإيمان يقين وفي نفس الوقت يضعف يبغى يطمع أتعين قريش اللي عمو الرئيس اللي صافي ذكي استقبالي في قناة روح حسن ميزان روح حسن ميزان. ولكن كان صادقا ليس والله إني أعلم أن الله ناصرك وناصرك عليه. يكفى الأول ثورة الديباو عمر الخطاب أول ما تحدث كل كتب السير أتقارن بالسير بزور النقل إنيس يا رسول الله إنيس دعني أقطع عنق هذا المنافق يوثر رواية النظام مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق. المعنى ذيون يعني في كيلة أفصل أقروصة في الصورينس أخطر يوان المنافق ستادر إفكار دوذ منها إفر يعني أظهر الإيمان وأبطل الكفر وكيل معيس المنافق يظهر الإيمان ولكن يفر الكفر البوليس مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق. ولكن ينتظر إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام إنس يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا سيرب لي وكي إلا من البدريين إلا ما سي الصحابة كشركين دي غزوة بدر عند حضرتي من الملائكة إن الرجل قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث موجود في البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الفتح الحديث هيك قال ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن يسأل ربي سبحانه واسمي في غزوة بدر إن يسألك قال يحضر خذ مثال تبغى أعفينا فضل ربي مقار ذاكي مقل كان طبعا موقف صعب يا جماعة الخير يقول أتفض اسمح لي واش كنت كان أتفض بذة السن بذة السن كاش نهار اللي زعفت بخا ما سيكشيني وتخدم ضخم في الجرة ترويض الأخر هذه الساعة كي شارة ويسا يتم صربي هذه صرف الأسنة لما مقريف يباس هذه غلغي وديك السن هذه غلغنسة في يوان بلك أسي نكرر من خير يسا نكرر الخير إلى الناس صافي الله هذا فيك تقريف يا جماعة الخير ماشي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يفغي السلم أغدي قار حدا في حكم روح الميزان ولما إلا يوني الشرط ما يغلظ أدمكت يضل الحسنة في نس أشفعت يخي فلال علي العناية شاعرك إذا جاءك الحبيب بذنب واحد جاءتك محاسنه بألف شفيع أتلا الشفاعة الغلا إلى قتل الشفاعة إلى قتل العناية إلى قتل خطر مرحب تلقى ذلك يشفي يقين الدول ذايل يروح سلمي ثم وذي قلوة لبقية إلى قتلي إلا إذا كان أصر على ذنبه ومعصيته ذي نوح استيساع الحكم واحد ولكن دي الحالة الثانية ولي في غالة برين يضعف شغل ما كان سيقار قيرثي الصرثي يكون الصربي يا رسول الله ضمعات الرحمة ذك
ضعف ضعف. المهم كفات ما شابت أم بعد ينزل القرآن لقد ينزل القرآن لقد ينزل القرآن باش نفهم إلا والعلم اسم سعيد أسباب النزول من علوم القرآن. من فوائد هذا العلم معرفة أسباب النزول لفهم مقاصد الآيات. العزمة غرى لسير كونستانس من مدة زلاية وظروف لي ظروف قالت عود باش يفهم القرآن هذا يفهم لا يثني دين الزنان سيقال قدين خلاص صوت الممتحن لا يتم سورة إن هذا ربي سبحانه وتعالى من اسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكي دين الزنان شو اسمه يا أيها الذين آمنوا صفي ربي اسم سليم المؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. معنى الآيات في مجملها شغل ذكي الآيات التي تتحدث عن الولاء والبراء المبدأ لقد في السينية اسميس الولاء والبراء الولاء لله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين ثقي أمر لا بد أن يرافقنا في حياتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ربي زوال إنك إعدون ربي ذي عدون خطر العداوة يريم ذانا إزمان سرعة السبا ولكن مدرن ربي ذا عداوة وليس على السبا التفضيل ربي سبحانه يرث عداوة فكي خطيرة جدا وكي خدم الكفار. لذلك الآيات جاءت هكذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي المدينة تسرون إليهم بالمودة تسرون معنى حاطب بن أبي بلتاع أين خدمك يا خدمي سر أنا ماشي عنا موالاة الكفار سر لا يجوز السجى قرار الزمان موالاة الكفار علنا يرحني هوي ما قال سؤالي أتفضي ودين سلم أذي في كل ولا الكافر يرحني بعد لي بارتي تكسباريس أحيني كل حالي تعبير ولو يتسلس أذر غاء أعذو ذاذو الأمة ذاذو ربي ذاذو الأمة ذاذو الأمة ذو الأمة ذي التجارة كاملة ما كاش مشكلة ذي التجارة عادي مثل مسألة الولاء والبراء ما إلا يوحس الميزان ذاك يثير مثل بلو ثقي فقط مدينة الآية تسرون إليه بالمودة إذا كان الإسرار بالمودة ممنوع شرعا بنص الكتاب فإن بعض الناس للأسف ماشي يسرون يعلنون بل يتفاخرون ويفتخرون ربما يتنافسون المدينة ربي سبحانه كمل الآيات المدينة إن يثقفوكم يكونوا لكم معنا وقلقي مثخدم بالولاء أزكى مدغرب يرفس من سم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء مع عندها ميكون طفل أكون ظهر سيفس من سلس القوة المادية رمز القوة العسكرية وألسنتهم رمز إلى القوة الإعلامية التشويه أليس كذلك؟ شبه القرآن أخذ الشبهات في القرآن الشبهات في النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وزربك وشي غران في غدير الآية تنبهتنا إلى أن هؤلاء الكفار ما رتف ما تحكم أخذ لو كان يزمن أما القوة العسكرية أما القوة الإعلامية والدعائية وصناعة الرأي العام العالمي المخالف لشريعة الله الذي يحرض الناس ضد الإسلام ويشوه عقيدة الدين الإسلام وإلى آخره وفي نفس الوقت غادي نستلم لنا قضية في المستوى فرما إلى كنت نسكير وذن سيرا نغسل كنا نتحمل المسؤولية إلى قدم كوثمي لها ونتسكر إيه عذاب وشو شرع دو مثلا دين كنوي
السبب إيمي الإسلام كان سؤال درسي يرتب المهم تكمل الآية أشهدنا لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ذكي مباشرة الإجابة في الموضوع الحاطب النبي بتاعه الدريجي نون إفي على جلس أتخدمم أين يحرم ربي أين الهواء وكن فعنا ذي لخارف وكن فعنا ذي لخارف عمر بن عبد العزيز اسمي يغاد الخليفة يغاد الخليفة هذا من مسلم زوال إنياس يا والدي إنياس ثورة ألزمهم بالحق جملة وقد آل الأمر إليك وإن غالت بي وبك القدور فهو بشي الخليفة خدم رأيك يكسر يكسر منك طبق الإسلام يا فنيا أكي سينا ميسي فالناس ولكن فالفاسة شو سينا يسعى الحكمة يتحزيفا يتوالي يسعى نظرة استراتيجية شاملة مستوعبة للدين والدنيا معا إنيس يا ولدي لو ألزمتهم بالحق جملة لردوه جملة إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة يسول الرزق إن يسمي لك ولا ولا كذا الخليفة راسينا بالسيف له فصلي في الفجر 100% ظن الجهل الصلاة في زيارة دي كل شيء دي كل شيء يكل العقد من بعد ذلك غزل الحق مما يكن سوى باص لا دوز لنا مقراتي اسمها الدواء ما يلا بسيط بكين تحوج غير لا ردوه جملة صباح كان ستاوي سلاقة بعدين يصار ربي سبحانه في الخمر إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة ودينا ربي ديت الخمر الحرام يدوى من ثمرات النخيل والأعناب النخيل والمسكر والرزق الحسنة وبعدين يسلم لك على خمر والميسر قل فيه ما إثم كبير من فعل الناس وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون بعد يغض الوقت أن تدينا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصب والأزلام رجزوا معنا الشيطان فاجتنبوه إلى آخره جاء النص القطعي أخذ استثمر هذه المعاني في هذه الآيات في رده على والدي يوسف وايا سيد فهمت الناس في كيد في كيد يديري من زيك ساكن ديري ما شيش فياك ثم مستكنين أكيد لا بحلو خاك نشتر وكاد يكسي ديري من الناس في كيد الناس في الخليفة هو يظهر غادي يأخذ عمر الخالق عمر عبد العزيز الخليفة الخامس الخوف الربي وكذا إلى آخر الناس يجد في كيد الناس يكشم سخان يبود الجمر يفرق يبود يستدخل يفرق ضعيف كياس يخدم كذا يسلب الناس ناس يقول دي ذري من تقول ليد في بس الناس وزمان صبر شو طيب كم كان صبر الجنة ما يبغى يلا مش صبر صافي ولا كم الحاكم ضع ضعيف قيس شم جنة ما يوسف عم سيد ديني وقطع في كل ثمانية يغدي وغوالي في كل ثمانية يوسف ولا قط ثمانية يوسف ولا قط ثو هذا الشخص يتحكم أكفرتي فيه لكن قلع ضع تسويا ماذا الأجناد ماشي دي مزورة ماذا الذي الخدمة ماشي دي مزورة أسيان الخدمة كارسنين بعد سهل حال أتبدل توذة ثنة إما إلا ينذي وغالك أنت مسؤول أسني كان ديجا هذه تسكني وقال مينس سي فرصة الويث برمي وما نقارن كل السيرة ماشي دي السيرة لحظة هذا المكتب لفص ربط نواض واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله سوره البقره الايه 81 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اين زرعوا الذنب في الدوله في غمس نساء وحدس في الاخر ويحاسبون فردا فردا يلا المهم هذا السلم اسم شاروت ثورة نزلت الايات ولكن مقايكم خاتمة للآية ثانية أشهد أن رب سبحانه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وفي قراءة أخرى يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الدليل يكون سفر العقل في لخف كل ينادي تحاسب الناس يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله أكبر سيقى ذلك الآيات في مقدمة الفتح
ثورة الحشوية فيما بقي لنا من وقت. النبي صلى الله عليه وسلم صفي قريش والخضراء الأخرى الحمد لله بتأييد من الله، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم العشر من رمضان، قبور من رمضان ثمانية من الهجرة ساعة عشر قبور يفق النبي صلى الله عليه وسلم في عشر آلاف من الصحابة من المهاجرين والأنصار، عشر آلاف صحابي المهاجرين والأنصار قبل أكي كان يوظن غل النواحي مكة ذكر الشعلم النيران في مصر كل مكان، تصور عشر آلاف واحد كل يوم ديشان في مصر، فكي قرص الحرب النفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم يزرر بثنيذس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن اتخذ الأسباب فكي قرص الحرب النفسية لإضعاف روح المقاومة باش بسيشيك موثا ثنيرز قل باش انت تجول هاد في انزاشو باش تزمر إذا ما باش تزمر لي ذمة فكي تسعى عن ذم قرآن وكل إلى لو خطص بولا دي مستدقي المهم فكي خمس نبي صلى الله عليه وسلم لإضعاف روح المقاومة زيد باش يتحقق الفتح بلا إراقة للدماء ولا إزهاق الأرواح. وبعدين الناس النبي عليه الصلاة والسلام العباس عميس عميس العباس يسعى الحكمة الناس روح أبو سفيان ما نفذو من الشمكة كني إلى قادي والي من جيش النخ أثي والي كبير أخطر أبو سفيان يسعى أول هو من الزعماء قريش يسعى أول الناس نسي لقادي والي الجيش ذم زوال إلى قادي والي الجيش ماشي لنقى ذم زوال يبيث العباس بطريقة ذكية من ذي ممكن يون المضيق المضيق الوادي معروف ذي مكان إن يطفي ذي إن صار شو كان ثلاثة يا رسول صلى الله عليه وسلم سجيش إيوالا كان إيوالا كان دائما سون كومنتير إيوالا النبي عصد وسلم حتى يرى جنود الله باش إثني والي كان باش نتسى يسعى والي مسموع ذو الحرب قريش اسم يكون يهضو ربي هذه الحرب هذا الشمل ديال الحرب وكل الجيش ما جاي توجور في اطار يعني اضعافه في المقاومه لقريش. النقطه الثالثه اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم دونك ثاني كان شو يخدم ابو سفيان يروح مباشره الى القوم ينس اشو سنينا يعقض الصوت عليه ينس يا معشر قريش هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به. الناس محمد صلى الله عليه وسلم يوسد سيون الجيش وسسم المرا. وقيل أبو سفيان جاي في بلي أمشي هذه نوية في بلي نك. ولكن لو قال يسعى مقايشني فهمت ذي راك يعني خلقك كني. يخدم دار النبي عليه الصلاة والسلام حاجة نظر. يفرق الصحابة يا باشا كل كيف باش مسكين المكة الكعبة ساعة أربعة ديش الحرم ساعة أربعة الجهات يعني إيش مكة ومكة كلها حرم إيش مسكة أربعة الجهات بس يجي الجهة باش اللي عندك الجيش إيش مد سيج إيش مد سيج إيش مد فقد على الحرب النفسية يسمون يسعى الشجاعة البطل أي فشل وما أدراك لو كان إيش مسكة الجهة بلكة في الصعف لا إيش مد سي أربع جهات وثقي إذا دخل في الحرب النفسية في غدنا في إطار الإعداد واتخاذ الأسباب اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسباب كثيرة هذه منها. المهم بعض الشباب المتطرف من قريش أسقر كان خدم الجيرة أسقر يوسف النووي وكان وزم المرا أفرد ذاك شوية طايشي ناس مكونين زمراس يفرد صفوان بالأمية وزارة شو دابس يفرد مثل أبو جهل اسمه سعي كريمة باسم ابو جهل ماشي ابو جهل لا 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 ولا قال كيما كاينين يفرض ولا كليك ستنيان الكونطراني وكذا النبي صلى الله عليه وسلم السهيل بن بن عمرو السهيل ولكن سنان اكس بسم الله الرحمن الرحيم شفا ناس يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يجاسي الحقيس الناس كسيت محوت اش انا كتبت باسمك اللهم الناس هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله الناس كس رسول الله لو امنا بك رسول ما حاربناك يمكن يغور النظر يتبافاك يكتب محمد عبد الله بعد
يعني ظلم موقف علي بن ابي طالب موقف عمر بن الخطاب بالنسبه لماذا نرضى الدنيه في الاسلام؟ ألسنا مسلمين؟ أليس مشركين؟ ألست رسول الله؟ تثبتي سقاش الرسول تمشى كان جمس الحقنا بزاف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتسوي لي بزاف هذا هو بزاف سهيل بن عمر بن طفيت الزعام سيقرا بشكل كان كتسلم بسهوله يداك الوكاله هذيك هو لا شيء هذه خدم الكيله الزهر مسلم انت بغيت تخدم الفلتر بين الدعوه غير انت كنت الى خالد بن الوليد غير انت كذا سيف الله المسلول جميع كتب السيره غير اكثر من 200 كتاب في الموضوع اكثر من 200 كتاب اشو دينا انه ففرقهم وبددهم في لحظات تولي اشو لحظات هكي اسمى كي الكميونيت كان هكا يعني انا سيدا من خط النبي صلى الله عليه وسلم وصافا ان كفوا ايديكم عنهم حذر ثلاثه السيفنا ان قاتلوا الذين يقاتلون ليجيتيم ديفونس نبغو كريد اكني خالد بن الوليد اثني كاف بالطريقه ماشي باش اثنينا وري موثي روس قال لك موث ليا ويا ثلاثه مره ولكن قال لك موثنا روسين يقدر ربي باش يشكل الاسلام سبحان الله ويا كشف الاسلام سبحان الله العظيم بحمد المهم غالبا كذا الكاتبه خالد بن الوليد انا ديك الشيء انا في لحظات يصدع في ثني فرقيها اسمي فرقا ضعفا بسم الله كلي من بعد السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم من دخل بيته فهو امن سلك راسك روح سخانك من دخل المسجد فهو امن روح الجامع يعني الجامع النبوي مسجد مكه يعني دخل الكعبه مسجد الحرام وين يشم المدينه يشم في العنايه دايم يسد العباس الى اسم النبي صلى الله عليه وسلم سفيان يحمل لك السكر شويه القيمه باش يدير الحضوريس بغا يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امين ابو سفيان يسلا الصوت يسمي سي فرد سكي من النبي صلى الله عليه وسلم وثاني اذا دخل في سيكولوجيا الدعوه حاجه لا بسيكولوجي الي الدين يضيم بوال سول هذه الديوليس غير خير أم كان كيان دام صدر المعركة دام شطوح في سميس الخندمة أبو سلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذاكي يمدينا راي الإسلام وغان كليون إلى الهدوء ذي مكة ولاش تلقي في ذا منوت الزيلة وين يكشف من سخا ميسا تندي لمان وين يروح هذا الجامع تندي لمان وين يروح أبي سفيان تندي لمان ولكن ذيني له صحبي من الأنصار اسمه سعد بن عبادة صحابي معروف اسمي ولكن تعاون يسال اليوم يوم الملحمه سيتادير نزاز لي دم الراي كنتي لا النبي عليه الصلاه والسلام يبغي يدير الخبر ثم ثم يروح يسال اليوم يوم الملحمه اش دغا مادام المسلسل الجيش القوى في الاسم دغا في الفوخات خاطر لقيت سبانت الوزن ينسى اليوم ماشي يوم الملحمه يوم المرحمه يكسس الرايه يكسس سعد بن ابي عباده سعد بن عباده ومتيفكا وسعد بن عباده من الانصار يفكات اميس قيس قيس بن سعد بن عباده لو كان سيفكا يوسي المهاجرين سيني سي نورمال غادي فغيو يضعف سيني ثورا يوالا الاهليس القوميس يكسر الرايه في كاس المهاجرين خاطي اجات كان جالسا يكسي تي بابا تي في كاس الميس اكل عبدا هذه بغمي سافي في مغانا فرمي لو حاكي الكراب الشينا بافاس في كان تي الميس تفرح الله يرحم اللي مات وخلى الاقامه فكي ذاك كل شيء بالدروس السيره يا جماعه الخير تحوج سنوات سنوات باش بدل ما تسيرها لذلك سميتي الحلقات نظرات في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونبغى لك التفاصيل كل موقف يحتاج الى تحاليل عديده اكسيتي باباس يفكيت اميس لكن شفت مليح النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبه حمل قوس في يديه 360 من الاصنام قلنا للكعبه حول الكعبه 360 الالهه اللي عندنا كميه لات والعزى وقوم لهما
يدمد القوس ليك خدمك يونس وقدر ربه ديالك. تهاوت وتساقطت وانهارت جميع الأصنام، 360 قزران ديال الأصنام اللي عبدناك المشركين أرزناك الملا. بعد قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، سورة الإسراء الآية 81. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. وبعدين يمر بلال ينسترا طلع فوق ظهر الكعبة سير حسين وينك لي بلال لي كتو حقران في عبد البطل الزرزور سكسنا كنيا في ثمان سعريان صوري سعريان القاعة حنا فرغة إذا من الصخرة فزور فزور يحنا ونسيقى كان أحد يقدر ربي السام صوتي سدي علي سفل الكعبة يرفع نداء الله أكبر الله أكبر نداء جديد خالد سقسني على السام أكلت يردنيث الله أكبر الله أكبر نادى بها بلال دكت قلاع الشرك وأوثانا الله أكبر نادى بها بلال بلت لسرح الدين أركانا وفي الصلاة راحتنا وموعدنا مع الرحمن جموعا وحدانا وللآذان إذا نادى المنادي به يهز الأسماع ويقرأ الآذان. إذن بلال رفع هذا الأذان الخالد هذا النداء الجديد مكة وفارس النداء للسنس كلهم ولكن سبحان الله بعد يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة كفوسيس لات سورة الكعبة كفوسيس يونس النبي صلى الله عليه وسلم بقال لهم كاين ناس في كيتي هذا الشمال الكعبة يقول ناس في التكرار في سوريا يسد واس إن يسفكي في سورة يفكس فرد الفوز إذا ما الدنيا لا خلاص تم الفتح يفكس في سورة الكعبة الشريفة يشب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة داخل الكعبة لنا فيه تفاصيل يعني يخدم الأعمدة يمر باش يخدم الأعمدة داخل الكعبة بزيت نرسة يعني قم كان بدلا ولكن قم كان المهم ذكي يتجاوز مدى الوقت قليل بين الأذان والإقامة بيدفع النبي صلى الله عليه وسلم يفكى يسي عثمان بن طلحة يريس علي بن أبي طالب كسرت اسم كنية بنو هاشم سعد السقاية بنو المفتح داي شو مزاتو الفلال شو فلال فتح مكة تشوف تح يكفوا يكسى السيد علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام يكسى السيد علي الرياس ناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها رأس الأمانة يرأس الأمانة إن بعد ناس يمبوان إن ياس عثمان بن طلحة إن ياس اليوم يوم بر ووفاء السجي اسم الرحمة اسم البر اسم الوفاء ماشي ياس القوة النبي عليه الصلاة والسلام كان خاشعا متواضعا لله إلى سخذوها يثبت في ملتسا إضرب ذي مثل عثمان إلى سخذوها خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم إكفى هو إلى سيسور الكعبة ذكي يريف السنوان يريف السنوان تنوان إلى لا ينزعها خالدة تالدة يعني إترنالمون لا ينزعها منكم إلا ظالم ثورة بساك الملوك بس هذه السعودية من مليون مثل السير في الكعبة زيزيا أضرح لك وشو تالي أسدف كنت سالت أفتحان الزيزيا لتعطرنا أذر انت سالت قال أنت تطال خطر الناس بصوصا لا ينزعها منكم إلا ظالم ولي قبلنا أديفان الظالم في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي ميزان الله وثقيمك مني أرسى أرزكى على مثل جردوث بالك المقيد حمر ديون مردسنا ثوش الدنيا عائلة عثمان بن طلحة وذي الوقت اللي كان عمو شركنا ما يلمش الإسلام ذي الوقت اللي يمسينا ولقينا على الشرك على الكفر
ولكن تجد الرمزة، تجد الفهمة، تجد الحلاقة، دواجد الميزان، دواجد الميزان. أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخدم موقف آخر، وكذاب، وقال كل شيء، يروح يهضر ولا ونسن، يولغ ونسن، يتنفسيتي نسن، ذينا يجمع داك المشركين مكة، يخطب الدياس. تصوروا الانتصار الساحق وفي المقابل الهزيمة الساحقة، ذاك انتصار ذاك انكسار. إناس ما تظنون أني فاعل بكم، أشو تراجم السيسيين صغوري يا أهل مكة، ناناس خير، ناناس أخ كريم وابن أخ كريم، إمي ظن عندي السن خير دنانا ولاكي وتقام انا مسلاقي وغني على الخير. لو كان دوايا يطفي في ذي الحال اثنزلوا لي ونيون ذاك يقول انا مد نهضر في النظراتي امك هذه السي ولا ذي التهم الاسلام بالتطرف او بالارهاب او بالعنف كامل غسلت بعض تصرفات المسلمين لا ننكروها تصرفات فرديه ولكن ما عندهاش علاقه بخط السير الذي رسمه الوحي الطاهر وتمثله النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته شاهدة ناطقة. يمكن إننا إن ياسر لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته أخن قراسي وإن قلنا يوسف سيدنا يوسف يوثبت الإسراء ما شو قلنا ديس ذا سنيننا القرآن لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهب سنب يفكس لك الحرية أري استعبدوا لهيون أري زازل ذمن جيون أري غيون اذهبوا فأنتم الطلقاء ذي النار ولو مسنب اسم قدر ربي كثرة حسن مشيب كشمن غل الإسلام أسني فدخلوا في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح بعد أن تنزل صورة ما شئنا أم بعد دخلوا واعتنقوا الإسلام أفواجا ذي ذينا النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي أي غرب أصبح الإسلام عزيزا لا هجرة بعد الفتح وقالوا أحنا بعد لا يعتبرون مهاجرين ماشي مهاجرين لا هجرة بعد الفتح هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف ولكن جهاد ولي واللي ما هذه جهاد في سبع هذه جهاد هذه الصال عنده الطاعات عنده القربات عنده الباقيات الصالحات ولكن فضل الهجرة انتهى هؤلاء الذين ذكروا الله كما شرحنا فيما سبق في سورة الحشر في الآية الثامنة من سورة الحشر بيّن الله عز وجل فضل المهاجرين في الآية التاسعة بيّن فضل الأنصار في الآية العاشرة بين فضل الذين يتبعون بإحسان والذين يقولون كما قال القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إذن فقد عز الله الإسلام وثبت أركانه ممن أسلم فلقيت اختيار تصيغ الله وكل يوم تحكيته كل يوم تنشغلت أدحوا يوم تنصنف بسرعة كذلك أنزل بسهيل بن عمرو ولكن نيكست نيان صلح الحديبيه كنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سيناه يفرض شروط يدس شفا ناس ولكن يبغى يشيل الاسلام ولكن يقول سي قارون كاين مشات قابله ان جالس الاسلام اللي كيس ما قرروا ايش قاعد مني ساعه ظلنا اللي كظلم لكن يا سيدي فايت سبحان الله عظلة اللي كظلم ايش قاعد مني ساعه ظلنا بن سهيل بن عمرو ان يصرح محمد صلى الله عليه وسلم إن سيدي قرر الفار أطلب جواك لعنيك لعنيك الأمان يسد عبد الله ناس يا رسول الله إن ياسي الشجاعي تذافا يطلب يرجو منك أن تؤمن في كاس الأمان باش يسي النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسي هو آمن أمام الله هو آمن ذاك آمن أمام الله في كاس الأمان وكما وبعدين ثلاثة من الصحابة صوت خاطر مولا الشيبة في بروفيتي ديال كاش فيراج عزيز ما قرر ثم ثم الخبر يبوظ خاطر تعليمة سلسلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد شو سنينا إلياس من لقي سهيل بن عمرو
مازال مشركا ينسي الصحابة وين راهي مقرن سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه إني اسمي مستيط وقد قرح خطر الزمني يوم في كثر السيف مية في خسر خزراء خطر وثيطة يثيك ولا سهد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في حديث خرجه الإمام أبو داود إني اسم النظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة لأن غير سنة جمعة لو كان يولادي ولي إكماس نغو تماس سيارة سيارة مغلي في خزر خزرني وعرمك مني هذه الزرع الخوف تقولي سيارة يوم القيامة هذه السبب ربك يكسب وكذا المشرك إن اسم لقي سهيل بن عمر فلا يشد النظر إليه أول إشكال هذا شو سين في الأخير إن سهيلا رجل عاقل وصاحب شرف يعني إشكال إن اسم لعبد عقلي إشكال في لعبد عقلي إن اسم خدمة بكل فضل يعني إشكال لا توصل في الليل هذا شو مازال فدخل الإسلام وحسن إسلامه فصار من كبار العباد يكثر من الصلاة والصيام والصدقة وكثير البكاء حينما يسمع القرآن سبحان الله سهيل بن عمرو وين كاين يقال ليه وليش وقت سلول ما يسمع القرآن ننسى لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم من بعد ذلك قال الإسلام صفوان بن أمية دخل الإسلام يسمع كلمة بن أبي جهل يرول يرول يروح اليمن وهذا غير ما نسي بغى ينتحر تبعيت الطوثيس أم حكيم هي مسلمة تبعيت الزرم إزمه دي هذا ربي ألمثي وضربوا راس بحقيف ثنيا سيروح الرسول الله يحضر غلاما ناس كيني عي كلمة خدمة المحنة خدمة الفاطل يرنا ما فاذا أبو جهل صافي كيني ويتسمي حالة ثنيا صار واحد كيف ديو من نمان أسمي ديو غدا اللي صلى الله عليه وسلم ثنيا سي يا رسول الله فين غادي تفكر لماني ورقازي ولكن كنت نسلم صافي دايم ماشي درقازي وا مي وفية فاطمة عبد الملك ديو غدا الإسلام أم بعد أسمي ديو وظيف كي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس يا رسول الله دينا ليس يا محمد الناس خطاش يخدم هذيك الفاطمة في الصحابة وفابا يخدم أكثر إن يسلولا ما تظهر ضربا يسمح تعدو في خدمة ذكر أو يعني الصحابة إن يسلولا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها إن يسلولا ربي عفو ياس يوك تعدو ثني يخدم عي كلمة اكشمل الإسلام أسمي ديكشمل الإسلام دي بوال طويل في تحكم الخصيص أشو يسير النبي صلى الله عليه وسلم إن يسلولا لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله أي لو كنت صرفة باش الغش وشمال الإسلام ثورة إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ميت كمليون كونتر الإسلام تولي كسين مليون مع الإسلام إنس يا رسول الله ولا قتالا حرة كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله أجهد في سبيل الله فجاهد واجتهد وكتبت له الشهادة عكرمة باسم أبو جهل عكرمة رضي الله عنه نال الشهادة ومات شهيدا في معركة اليرموك بعد سنوات أتص إجرام الأحداث فتح مكة سنذكر بعض منها إن شاء الله في اللقاء القادم في نبي 48 بعد 18 يوم السلام عليكم ورحمة الله